اهلا بيكم فود سكوير، معاكم معتز رزق. النهارده هنعمل مع بعض ورقه اللحمه، وهنعرف ليه سموها ورقه اللحمه واسرار ورقه اللحمه في اسكندريه. تابعونا. اول حاجه في المكونات، معانا نص كيلو لحمه بفتيك مدوقه، معانا توم، معانا فلفل اخضر، فلفل احمر، بصل، طماطم، صلصه، ومعانا اهم حاجه معانا الورق اللي هو الاصفر اللي هو شبه الكرتون، كان زمان بيتلف فيه اللحمه. الورق ده متوفر، ممكن تجيبه من اي مكان. الورق ده كان بيتلف فيه اللحمه، وده سبب اللي هما سموها ورقه لحمه، اللي هو بيتلف في الورقه اللي اتجاب فيها اللحمه. بتقطع معاه البصل والفلفل، وكان زمان التجار بيجيبوا اللحمة، يجيب اللحمة ويجيبوا الخضار ويروح الفرن، ويروح جاي مقطع الخضار مع اللحمة ويلفها في الورقة تاني ويدخلها الفرن بتاع العيش عادي جدا. او كان في جزارين بيعملوا ورقة اللحمة دي عندهم، مشهورين بيها، ودي انا شفتها في اسكندرية من سنين يعني، ولسه في اماكن بتعملها لغاية دلوقتي. فاول حاجة هنتبل معانا اللحمة، ملح وفلفل وزيت، وهنحط حلة فيها زيت، وهنبتدي نعمل اللحمة صدمة زي نحمرها كده ونديها تحميرة خفيفة، نعمل لها طبقة لون بني كده متحمرة، ونشيلها على جنب ونكمل معانا بالخضار. نحط البصل أول حاجة، نشوح البصل في الحلة، وبعد كده هننزل بقية الحاجات اللي معانا او بعد البصل على طول ما ياخد لون كده هننزل التوم، وبعد التوم هننزل بالفلفل نشوحهم شوية، وبعد كده هننزل معانا الطماطم، ومعانا اللي عايز يزود حامي ممكن يحط شطة في التوابل، او يحط شطة قرن شطة او حاجة، انا عن نفسي هحط قرن شطة. هنحط الصلصة، عندنا ملح وفلفل، نحط الشطة ونقلب تقلبتين، وكده خلاص هنبتدي بقى نحط أول طبقة من الورق. الورق بنبله شوية مية، حاجة بسيطة يعني، نبله في مية كده ونفرده في البورمة من تحت. لو عايز تعملها في حلة أو في صينية مفيش مشكلة، أنا أعملها في البورمة، البورمة برضو بتدي ليها حلوة. فحطينا أول طبقة من الخضار اللي معانا، وبعد كده نحط اللحمة، وبرده صوص اللحمة ده برده ما نرمهوش. وبعد كده هنحط بقية الخضار اللي معانا، نحطه فوق الوش، ونرصه بس بحيث يبقى كله متغطي، كل اللحمة متغطية بالخضار، وكمية الخضار تبقى أكتر من اللحمة شوية، لأن ده اللي هيعمل الصوص. هو في الآخر كل ده هيكش شوية، بس هيبقى في الآخر الصوص اللي مع اللحمة هو ده هيبقى ريحته حلو جدا. هنحط الورقة التانية برضو نبلها حاجة بسيطة كده، ونحطها بحيث نقفل على الخضار واللحمة، نقفل عليهم كويس، كبيرة شوية فأنا هقسمها على اتنين، يعني نحاول نقفل على الحلة كويس، على البورمة كويس، بحيث المية بقى دي اللي هتعمل البخار. هي الورقة اتعزلت دلوقتي بمية، فهي هتعمل البخار، كل ده هيتسوى والورقة دي هتبتدي تتحمر. انا هغطيها مش بغطا البورمة نفسه او بحاجة، انا هغطيه يعني بغطا ستانلس كده، بس يبقى مدخل جزء من الهواء، اللي انا مش عايزها لو شلتها هتتحرق خالص، انا عايزها عشان هي هتاخد وقت، هتاخد معانا في السوا حوالي ساعة، ساعة وربع. بعد ساعة وربع تقريبا هنطلعها، طلعناها وبصوا بقى شكلها عامل ازاي، وانتوا مش متخيلين الريحة عاملة ازاي. هي بس سخنة، فانا هقطع حتة صغيرة كده عشان ندوها. هي ريحتها هي السر كله في الريحة، يعني هي ورقة اللحمة هي الريح، مستوية وطرية وكل حاجة، وريحة الورق مع ريحة البورمة عاملين ريحة في اللحمة حلوة جدا. هي دي ورقة اللحمة، قلنا عشان التقطيع بتاعت اللحمة اللي هي متقطعة رفيع، الطعم حلو جدا، وعشان تقطيع اللحمة وطرشين الورق، عشان كده اسمها ورقة لحمة. يا رب تكون عجبتكم ورقة اللحمة، و طعمها خطير، عايزكم تدوقوها وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. كان معاكم من فود سكوير معتز رزق.